إذن عن تطورات المشهد في تركيا بعد التفجير الذي وقع في أنقرة وتداعياته المحتملة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف، مرحبا بكم. وكالة فرانس بريس تتحدث وتقول إن حزب العمال الكردستاني أعلن تبنيه الهجوم الذي حدث في العاصمة السياسية أنقرة. ما هي الرسالة التي أراد إرسالها حزب العمال الكردستاني أستاذ يوسف؟ مساء الخير، تحياتي لكم وسادة المشاهدين. بداية، واضح تماما بأن الذين قاموا بهذه المحاولة للعملية الإرهابية صباح اليوم وطريقة التنفيذ والأسلحة التي استخدمت، كل هذه الأمور تشير إلى ضلوع حزب العمال الكردستاني الإرهابي PKK بأنه وراء هذا الحادث. وبالتالي إعلان فرانس بريس عن هذا الخصوص لن نؤخر ولن نقدم شيء. السلطات التركية والأجهزة الأمنية كانت هي وراء التحري في التفاصيل وتوصلت إلى هذه النتيجة، هذا أولا. أما إعلان PKK بهذا الأمر هو يدل على مدى مرحلة العجز الذي وصله الآن، ويحاول أن ربما أن يعني يرسل رسالة للعالم بأنه ما زال قويا، ولكنه في الحقيقة هو يحتضر عسكريا ويحتضر من خلال محاربة ومكافحة تركيا للإرهاب وللحزب الإرهابي PKK بعد أن تم اجتثاثه من داخل تركيا. الآن هو يعيش لحظاته الأخيرة في الحدود المتاخمة لتركيا، ونعلم بناء على المعلومات الخاصة التي وصلتنا بأن منفذي العملية جاءوا من خارج تركيا وتحديدا من شمال سوريا، من المناطق جبال طوروس المتاخمة لمدينة أضنة، ودخلوا من خلال المجال ما يسمى المجال الجوي من خلال الطائرات المروحية العادية الباراشوت، واستخدموا سيارة من مدينة قيصري بعدما قاموا بقتل صاحبها وتسللوا إلى أنقرة، ولكن تم إرداهم وتم تحييدهم وتم إفشال هذا المخطط. أستاذ يوسف، هذا الهجوم الإرهابي هل له علاقة بالضغط السياسي والعسكري الذي تمارسه الحكومة التركية في شمالي العراق؟ هل هناك رابط معين أستاذ يوسف؟ نعم، بكل تأكيد، ليس فقط في شمال العراق، في شمال العراق وفي شمال سوريا، جنوب شرق تركيا. هذا يدل على مدى الألم الكبير، ويدل على مدى نجاح العمليات العسكرية التركية ومدى نجاح الخطط الأمنية التركية في إيجاع، في التسليط، وفي ما قامت به من هجمات أدت إلى أنهم الآن ربما يعيشون لحظاتهم الأخيرة أو مراحلهم الأخيرة. الهجمات التركية والجهات الأمنية والعسكرية تدل على أنها نجحت بامتياز في اجتثاث هؤلاء في جحورهم وأوكارهم، وبالتالي يحاولون الآن محاولة البائس بأن يقوموا بعمل شيء ما للفت الأنظار، ولكن الحكومة التركية والأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد. تم إفشال المحاولة الاستهداف للمبنى الأمن والبرلمان، ومن المتوقع قريبا أن تكون هناك عملية عسكرية شاملة وكبيرة ضدهم خارج الحدود التركية، كما صرح الرئيس أردوغان اليوم، قال ربما يجب أن نأتي في منتصف ليلة ما وربما تكون قريبة جدا. أستاذ يوسف، الرئيس رجب طيب أردوغان أكد أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة. إلى أي مدى ترى أن هجوم أنقرة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة هذا اليوم، هو دلالة على ما ذهب إليه الرئيس أردوغان؟ بكل تأكيد، واضح بأن طريقة التخطيط ومحاولة الوصول ومحاولة استهداف الأماكن واختيار الزمان أيضا، بحيث أنه يصادف اليوم الأول وافتتاح البرلمان التركي اليوم، يدل على أنه محاولة بائسة ويائسة، ومحاولة تظهر مدى العجز الذي وصل إليه الحزب الإرهابي أو المجموعة الإرهابية PKK، ويدل أيضا على مدى نجاح الأجهزة الأمنية التركية في تحييدهم وفي إفشال خططهم. نعلم أنه
تم تحييدهم، وإفشال أيضا مخططات تفجيرية أخرى لا مكان لهم لا للPKK ولا لمن يدعمهم من وراء الستار، سواء كان في جماعة فتح الله جولان أو كانت هنالك بعض الجهات الدولية التي تؤمن لهم السلاح والاستخبارات. تركيا والأجهزة الأمنية عازمة على اجتثاثهم من جحورهم وإنهائهم، وهم الآن يلفظون أنفاسهم الأخيرة. وهذه العملية فقط هي عملية ربما هي فقط لإظهار أنهم عكس ذلك ولتشتيت الرأي الداخلي وإظهار ضعف الحكومة، ولكن العكس تماما هو الذي حصل، وتم إفشال هذا المخطط وباءوا بفشل ذريع وتم تحييدهم، وسيتم الآن متابعة من وراءهم وفرض الأمن والاستقرار، وأن يكون هنالك استمرار مكافحة الإرهاب حتى آخر إرهابي موجود في المناطق التي تهدد تركيا. لو فتحنا نافذة المستوى الدولي بعد هذا الهجوم الإرهابي، هل تعتقد أن المجتمع الدولي سيقف بشكل أكثر صلابة مع تركيا في حربها ضد الإرهاب أستاذ يوسف؟ يا سيدي، المجتمع التركي يكيل بمكيالين، يعني المجتمع الأوروبي يكيل بمكيالين ضد تركيا أو تجاه تركيا. لا أفهم هذه المعادلة من طرف الاتحاد الأوروبي يدعي بأنه يحارب الإرهاب ويكافح الإرهاب، ومن طرف آخر يسمح لمنظمات إرهابية مثل PKK ومثل فتح الله جولان الإرهابية والPYD والYPG وغيرهم بأن يخرجوا بمظاهرات ويحملون الأعلام التي تؤيد وصور رئيس PKK الإرهابي عبد الله أوجلان في الميادين في السويد وفي الدول الأوروبية، هولندا والنمسا وغيرها. فكيف يكون دعم مكافحة الإرهاب من طرف، وأيضا السماح لمؤيدي وداعمي هذه المنظمات الإرهابية إعطاء الإذن لهم من طرف آخر؟ لا يمكن الحديث عن أن أوروبا تدعم تركيا حقيقة في مكافحة الإرهاب. يخفي على أوروبا أن لا تتدخل في وأن لا تفرض شروطا وأن لا تكون هي يعني عنصر هدم أو تضع العصا في الدواليب، وأن تأي بنفسها جانبا. تركيا تستطيع أن تقوم بما يلزم ضد مكافحة الإرهاب، ولكن أوروبا عليها أن تدعم وتكون صادقة في دعمها للجهود التركية، وأن تسلم المطلوبين. هنالك مطلوبين يهربون من تركيا من هذه الجماعات الإرهابية من PKK فتح الله جولان إلى دول أوروبية، وهذه الدول تمتنع عن تسليمهم هؤلاء. لذلك لا نستطيع أن نقول بأن أوروبا صادقة في نواياها، ولكن فقط تصريحات إعلامية لحفظ ماء الوجه. تركيا تعاني أكثر مما تعاني من أن هنالك دعم خفي لهذه المجموعات الإرهابية. اليوم الإرهابيين الذين جاءوا إلى تركيا، الأسلحة الموجودة والآليات التي استخدمت تدل على أنها من منشأ أوروبي، وهذا ليس بأول مرة. نعلم أن أوروبا، فرنسا تحديدا، هنالك بعض الدول أيضا أمريكا على رأسهم، يدعمون هؤلاء بالسلاح والعداد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مصداقية حقيقية في مكافحة الإرهاب بالدول الأوروبية لتركيا. عبر سكاي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لكم.